الآن هنا في قلب مدينة تل أبيب نتحدث عن الآلاف متواجدين هنا، الآلاف يمكن رؤيتهم من خلفنا وأيضا في كل هذه المنطقة، عمليا حول الحواجز الحديدية والسواتر التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية هنا لمنعهم من إغلاق هذا المفترق الذي نقف فيه الآن. هو مفترق كبير جدا محاط من كل الجهات بسواتر حديدية أقامتها الشرطة الإسرائيلية لمنع المتظاهرين من التقدم والوصول إلى شارع أيلون وإغلاق شارع أيلون. متواجد بالضبط من تحتنا، يعني نحن على الجسر الذي يتواجد تحته هذا الشارع الرئيسي، كل هذه الأفواج الكبيرة من الإسرائيليين تتوجه الآن إلى الحواجز الحديدية التي تقيمها الشرطة، تمنعهم الشرطة من الوصول إلى هذا المفترق وإغلاقه أو العبور من خلاله إلى الشارع الرئيسي وإغلاقه شارع أيلون الواصل ما بين شمال تل أبيب وجنوبها وحتى يصل إلى المدن الجنوبية والشمالية المحيطة بتل أبيب. الشعارات التي نراها هنا ترفع هي انتخابات الآن، انتخابات الآن. أيضا شعار أراه من هنا هو يمكننا الانتصار ولكن الحكومة تخون شعبها، الحكومة تخون شعبها. نسمع صراخ، يعني صراخ غاضب جدا على حكومة نتنياهو، يصفون نتنياهو بالديكتاتور ويقولون بأن يجب الآن يجب إنزال هذا الديكتاتور عن الحكم كما يقول المتظاهرون هنا. يعني يجب أن أنوه هنا بأن كل هؤلاء المتظاهرين هم من المناوئين لحكومة نتنياهو، هم يتضامنون مع عائلات المحتجزين. الآن يصرخون صفقة الآن، صفقة الآن. هذا الشعار الذي يرددونه الآن. بعضهم أيضا يرفع شعار وقف إطلاق نار الآن. يبدو بأن أيضا بعض اليساريين من غير الصهاينة متواجدين أيضا في هذه المظاهرة ويطالبون بوقف إطلاق نار الآن في غزة. ولكن الآن الشعار المهيمن الذي يطلقونه، هذا الصراخ الذي تسمعونه، يقول صفقة الآن، صفقة الآن، لا تقتل، صفقة الآن، لا تقتل المحتجزين، صفقة الآن. هذا هو الشعار الأساسي في هذه المنطقة. في كل أسبوع كنا نشهد بعض المناوشات ما بين الشرطة الإسرائيلية وما بين المتظاهرين. ترون الآن كيف يقف رجال الشرطة وبعضهم أيضا من حرس الحدود و القوات الخاصة، بعضهم من القوات الخاصة يقفون الآن هنا لكي يشكلوا بأنفسهم بأجسادهم حاجزا يمنع المتظاهرين، حتى لو اجتازوا الحاجز الحديدي سيمنعوهم من اجتياز هذه المنطقة والوصول إلى شارع أيلون. عائلات المحتجزين الإسرائيليين المتواجدين هنا بقوا قبالة وزارة الجيش الإسرائيلية، قالوا بأنهم لا يريدون أن يكونوا مصنفين سياسيا ولذلك لم يشاركوا في هذه المسيرة التي اتجهت من وزارة الجيش إلى هنا. هي يعني أعتقد 100 أو 200 متر، ليس أكثر من ذلك. ولكن عائلات المحتجزين قالوا لا نريد أن نصنف سياسيا بأننا ضد الحكومة، ولذلك هم سيبقون قبالة وزارة الأمن يطالبون بالصفقة. إلا أن هؤلاء أيضا المتضامنين معظمهم يبدو بأنهم من المناوئين لحكومة نتنياهو، يصلون إلى هنا يريدون انتخابات الآن، يريدون تغيير حكومة نتنياهو بصفتها حكومة فاشلة، وأيضا قسمت الشعب قبل 7 أكتوبر وفشلت في 7 أكتوبر وحتى الآن لم تتمكن من إبرام صفقة. هم يعتقدون بأن السبب الرئيسي لعدم إبرام الصفقة حتى هذه اللحظة هو أسباب سياسية تمنع نتنياهو من فعل هذا الأمر بسبب حكومته اليمينية التي لن تقبل بالشروط التي وضعتها حماس، مثل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وما إلى ذلك. كما كنت قد نوهت في رسالة سابقة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بالإضافة إلى الكابينت الأمني السياسي
السياسي كان يفترض أن يجتمعا مساء اليوم من أجل تحديد الصلاحيات التي ستعطيها الحكومة الإسرائيلية للوفد المفاوض من أجل أن يذهب هذا الوفد يغادر إسرائيل إلى الدوحة يوم غد، ولكن الاجتماعات كانت قد أجلت إلى يوم غد. مقربين من الوزراء جانتس وأيزنكوت قالوا بأن نتنياهو يماطل، لا يريد أن يتخذ قرارا، وبالتالي هذا يزيد من غضب الشارع المناوئ للحكومة على غضبهم على حكومة نتنياهو، حتى أن هنالك الكثير من المقربين من رئيس الوزراء يتحدثون عن فجوات كبيرة. قبل قليل الوفد المفاوض، الوفد المهني، وهو أتحدث عن المستوى البيروقراطي وليس عن الوفد الاستخباراتي، أي ليس الموساد والشباك، وإنما الوفد المفاوض، كان قد تحدث إلى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وقال بأن رد حماس هو بوابة جيدة من أجل استمرار المفاوضات والوصول إلى صفقة، إلا أن المستوى السياسي متمثلا بنتنياهو ما زال يروج بأن الفجوات كبيرة جدا وبأن حماس متعنتة في مطالبها. يبدو بأن نتنياهو غير معني في هذه الصفقة كما يقول الكثير من المحللين الإسرائيليين، وهذا يزيد من غضب الشارع على هذه الحكومة. نعم، طيب يعني إيمان، مكتب نتنياهو يقول أنه يعني المطالبة بعقد مجلس الوزراء الليلة ليس أكثر من محاولة مصطنعة لجذب عناوين صحفية لا أكثر. هناك جدال إذن في مجلس الحرب حول الاجتماع وحول ما يمكن أن يصل إليه، هل من تفاصيل في هذا الموضوع؟ نعم بالطبع، هذا أسلوب نتنياهو، نحن معتادين على هذا الأسلوب الذي ينتهجه نتنياهو منذ أكثر من عقد يعني، وهذه هي حكومته السادسة. ما نفهمه على الأقل مما يسرب من المصادر الإسرائيلية، مما يسرب من داخل مجلس الحرب وليس الكابينت الأمن السياسي، أي ليس حكومة نتنياهو المتطرفة، وإنما من داخل مجلس الحرب، بأن كل من يشارك في مجلس الحرب يريد الوصول إلى صفقة، وأن نتنياهو وحيدا في موقفه. قد يكون جالانت هو الأقرب إلى موقف نتنياهو، ولكن مع ذلك أيضا نفهم بأن جالانت وأيزنكوت وغانتس يريدون التوصل إلى هذه الصفقة، بينما نتنياهو ما زال يتعنت أو يختلق الأسباب والذرائع من أجل إطالة أمد الحرب أو من أجل المماطلة في تنفيذ هذه الصفقة والوصول إلى هذه الصفقة. لا تفاصيل كثيرة ترشح عن هذا الأمر، أنا أعتمد على بعض المصادر الصحفية، مثل مثلا أحد الصحفيين من القناة 13 الذي كان قد سرب خبرا مفاده بأن نتنياهو وحيدا في موقفه هذا، وأن معظم الآراء داخل مجلس الحرب تعتقد بأنه يمكن التوصل إلى صفقة، سيما وأن الثمن الذي تطلبه حماس، لا شك بأن الجمهور الإسرائيلي يعني لا يحب أن يحرر أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، ولكن الثمن الذي تطلبه حماس هو أقل بكثير من أثمان كانت قد دفعتها إسرائيل في السابق، مثلا صفقة جبريل، صفقة شاليت، كانت إسرائيل عن جندي واحد كانت تحرر آلاف الأسرى الفلسطينيين، مئات أو أكثر من 1000 أسير فلسطيني كانوا قد حرروا في صفقات سابقة. ولذلك تقول المصادر الإسرائيلية بأن هذا الثمن حتى لو وصل، حتى لو حماس تحدث عن 800 أسير وهو ضعف ما ذكر في ورقة باريس الثانية، هذا ثمن قادر المجتمع الإسرائيلي على دفعه مقابل إعادة 40 محتجزا إسرائيليا من داخل قطاع غزة، خاصة وأن الحكومة هي التي أهملتهم وهي التي فشلت في 7 أكتوبر بحمايتهم. إيمان، ماذا عن الفيديو الذي وزعه جيش الاحتلال بخصوص زيارة رئيس الأركان للضفة أمس؟ نعم، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بالأمس كان في جولة بالضفة الغربية، في وسط الضفة الغربية تحديدا ما يسمى إسرائيليا منطقة بنيامين، وهي وسط الضفة، رام الله ومحيطها، وكان قد تحدث إلى بعض القوات هناك، تحدث عن الاستعدادات الإسرائيلية خلال شهر رمضان. كما تعودنا إسرائيل تصور شهر رمضان بأنه شهر لإثارة الشغب، شهر
العمليات، رغم أننا جميعا رأينا كيف مرت صلاة يوم الجمعة بالقدس بسلام وبهدوء، لأن القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال لم تستفز مشاعر المسلمين والفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك. أيضا كان قد قال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بأن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات، ذكر بالطبع لبنان وغزة والضفة الغربية اعتبرها واحدة من تلك الجبهات. فقط يعني لنذكر بأنه خلال الأسبوعين الأخيرين كان هنالك عدد من العمليات في الضفة الغربية وأيضا في القدس المحتلة، النفق حتى في الداخل الإسرائيلي داخل المدن الإسرائيلية في بيت كما في قبل يومين في شمال النقب، أيضا في الجنوب قبل فترة كانت عملية كبيرة. وبالتالي يقول رئيس هيئة الأركان بأن الجيش يجب أن يكون مستعدا. نذكر بأن هنالك نحو 23 كتيبة من جيش الاحتلال متواجدة الآن في الضفة الغربية، وهي ضعف عدد الكتائب المتواجدة الآن في قطاع غزة التي تخوض فيها إسرائيل هذا العدوان الكبير على الشعب الفلسطيني. وهنالك استعدادات كبيرة في الضفة الغربية، انتشار واسع لقوات الاحتلال، تخوف من أي تصعيد، كما كنا قد نوهنا أيضا أكرر اليوم بأن الجيش واحد من المعنيين بهذه الصفقة وبالتهدئة خلال شهر رمضان. أولا لأنه كما نفهم من مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن الجيش يحتاج لراحة بعد 5 شهور من حرب متعددة الجبهات في الشمال، على الجبهة الشمالية أيضا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وبالتالي الجيش يريد إراحة هؤلاء الجنود لفترة ما، بالإضافة أيضا لعدم تمكنه من الانتشار بهذه الطريقة الواسعة على جبهات متعددة في الشمال والجنوب والضفة. وبالتالي الجيش معني بصفقة، معني بتهدئة في قطاع غزة ولو كانت مؤقتة من أجل إراحة قواته بعض الشيء، ومن أجل أيضا منع التصعيد في الضفة الغربية. الآن أيضا فقط أنوه في المظاهرة نرى أيضا لافتات تتحدث عن قضية التجنيد، إذا عدد من القضايا تخرج الإسرائيليين للشارع. قضية التجنيد يفترض أن تسن إسرائيل الحكومة الإسرائيلية قانونا يعفي الحريدين من التجنيد، وإلا وفق طلب المحكمة العليا، وإلا على المحكمة العليا أن تستخدم مبدأ المساواة من أجل مطالبة الحكومة بعدم إعفاء الحريدين بشكل كامل من التجنيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي.